وفي سياق آخر التقى غبطة البطريرك بات مجموعة من عائلات القدس وأطفالهم لتبادل التهاني بمناسبة قرب الأعياد الميلادية المجيدة وبعد الترحيب بغبطته وتقديم الأطفال لترانيم ميلادية وزع بابا نويل الهدايا على الأطفال وقال غبطته معلقا على كلمات أحد الأطفال حقا إن قصة الميلاد من أجمل القصص لأنها ما زالت تملأنا بالفرح والأمل والقوة وفي نهاية الاحتفال منح غبطة البطريرك بركته الأبوية على جميع المشاركين وعائلاتهم متمنيا الخير والسلامة لقلوب الجميع